أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا
قال قائل منهم كم لبثتم؟ عليهم ليعلموا
فيهم منهم أحدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء أبصر به وأسمع قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء والأرض أبصر به وأسمع ما لهم
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت متفقا صدق الله.